بمناسبة إبراز الوعود الدائمة للأخوة العلمانيين، وبدعوة من بنات القلبين الأقدسين، أقيم قداس احتفالي لعيد يسوع الملك في كنيسة القديسة كاترينا ببيت لحم. ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي العام للاتين في القدس، بحضور عدد من الأباء الكهنة وجموع من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي وبمعاونة المونسنيور بولس مرقدسة والأب رامي عساكرية والأب أنطونيوس حبيب ولفيف من الكهنة القداس الاحتفالي بعيد يسوع الملك وإبراز الوعود الدائمة لسبعة إخوة علمانيين في كنيسة القديسة كاترينا في بيت لحم، حيث ابتدأ القداس بدخول الموكب وبمشاركة الإخوة العلمانيين السبعة الذين نظروا أنفسهم لخدمة كلمة الله وسط حشد من المؤمنين ملأوا الكنيسة ليكونوا شهوداً بالإيمان على هذا الحدث المميز. وفي كلمة المطران الذي حث العلمانيين على أن يعيشوا وفقاً لتعاليم المسيح وأن يسيروا للدعوة وصولاً إلى طريق القداسة عملاً بقول يسوع المسيح له المجد أن يكونوا قديسين كما أن الآب السماوي هو قدوس، فالقداسة هي التي تحقق الشخصية إلى الكمال. وألقت المكرسة غريس كلمة بالنيابة عن زملائها في الأخوية العلمانية لأبناء القلبين الأقدسين، شكرت من خلالها كل من ساندهم للوصول لهذه المرحلة المهمة في خدمة كلمة الله، وخصت بالشكر راهبات دوروثيا لمساندتهن ودعمهن طوال المسيرة الروحية لفترة 10 سنوات من خلال اللقاءات والرياضات الروحية والسجود أمام القربان المقدس وأعمال اجتماعية للعلمانيين، الأمر الذي ساعد في التعمق بالروحانية وفي تلبية نداء المسيح. وفي نهاية الاحتفال شكر الأب عساكرية هذا الإنجاز الروحاني الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وحث المؤمنين للسير قدماً للتمثل بحياة القديسين. لنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.